وتنطلبوا تنبكيو ما رحمونيش اخويا يوسف وما رحمونيش اخويا يوسف. ما تنساش ليا القضيه ديتها من بعد سيمانه ماتت ليا توفات لي سوان ديتها من بعد سيمانه ماتت ليا توفات لي سوان توفات لي سوان. انا راه ام ضاعت لي وحيده ما ضيعش لي هذه حتى هي راه ضاعت لي هذه راه ما غنمشيش للدار انا غادي ندير غادي نموت انا هنا قدام هذا السبيطار ندير غادي نموت انا هنا قدام هذا السبيطار. اول صحفي نازيه جا عندي وباقا ما عمرني ما غنساك اخويا يوسف انك نهار جيتي ما لقيتيش عندي حتى لي كوشه لقيتيش عندي حتى لي كوشه. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا امام مستشفى بن رشد تخصص ديال الاطفال في الموضوع ديال ام امال. ام امال كتعيش في النواحي المحمديه عدد كبير من المغاربه تبعوا القصه ديالها. ام مناضله تضحي بالغالي والنفيس من اجل جوج بنيات اللي عطاها الله. جوج بنيات تزادوا مراض ما تيتكلموش ما تيهضروش. دوزت معاه الفيديو الاول تاثرت فيه بشكل كبير حوالي سنتين كان اول فيديو. عندها سعاد وزينب. سعاد بغاها الله توفات حوالي شهر تقريبا 15 يوم. حاليا زينب الوضع ديالها صعب بالموت وبالحياه. تناضل وتضحي بشتى الطرق من اجل هذه البنيات ولكن في الاخير كيبقى القضاء والقدر. بعض المعاناه اللي كتعانيها حتى في الولوج للمستشفى. شوفوا معايا القصه. ام امال نعم انا دوزت معاك وبكيت معاك يا خويا يوسف حوالي سنتين. اول صحفي نزيه جا عندي وباقا ما عمرني ما غنساك اخويا يوسف انك نهار جيتي ما لقيتيش عندي حتى لي كوشه. قلت يا خويا يوسف ولكن الحمد لله والشكر لله من اللي شافوني الناس في الفيديو ديالك تعاطفوا مع بنياتي تفكروني عدت انا كنديهم للترويض عدت شريت لهم حويجات عرفتي وفرت لهم بعد الحمد لله ما بقيتش مريضه في النفسيه ديالي. ولكن شنو هو اللي عقب اخويا مرضني اخويا يوسف انني تمحلت لي سعيد جبتها اللي ماتت ليا جبتها لهنا لعدهاروش صيفطوني الارجونس لهنا ما صابوش لها هي البلاصه سيمانه هما شاديني هنا في انعاء في الارجونس صافي قالوا ما عندنا ما نديروا لك مدام صافي دي البنيه خرجها ديتها من بعد سيمانه ماتت ليا توفات لي سعاد. الناس يقولوا لي الخطا اللي درتي ما كانش عليك تخرجي ما خلاكش تخرجي عيطي للصحافه غوتي بكي باش ينقذوا لك بنتك. انا هزيت البنيه وديتها للدار ولكن ملي ماتت لي اختها هذه 15 يوم الاخت ديالها بحال حساس بالفراق ديال اختها مرضت ليا ما بقات تبغى تاكل ما بقات تبغى تشرب السخانه طلعت ليها 40 هزيتها ديتها المولاي عبد الله للسبيطار دقوا لها واحد البرا قالوا لي صافي ديها ديتها الدريه هي الغد لي ديتها لعند الطبيب دكتور في المحمديه دقزت ليها بالفلوس قال لي شوفي يا بنتي البنيه طالعه ليها السخانه وعندها الودن مقيح عليها ونشفت من الماء دابا غتعتقيها ديها لهاروش الارجونس كتب لي واحد لاليتخ واحد البرا شدينا طاكسي ما مشيناش للدار باش غادي نهز الحويجات اللي كوش لشي حاجه 100 درهم عندي عطيتها لمول الطاكسي جابني ملي جبتها ما دخلوهاش لقى الانعاش كيتفرجوا فيها عا نقول غير السيرون وخلاوها البنيه قال لك خاصها بلاصه ما عندهاش كلشي عامر من الخميس والجمعه والسبت واليوم الاحد ما دخلوهاش. الطبيب قال لي شوفي غدا في الصباح ندخلها مشيت نقلب عليه ما كاينش عطله ما جاش واقيله ما جاش ما خدامش ما لقيت الدريه كنشوف فيها السخانه طالعه عليها 39 كنغوت على دوك الفرم اللي قالت نقول لهم اختي عتقولي يا بنتي راه غادي تموت ليا واش ضاعت لي سعاد وضيع لي حتى هذه راه حشومه هذا الشيء قالوا لي ما عندنا ما نديرو ليك خاص الطبيب هو اللي غادي يديها الانعاش حنا غير تندير خدمتنا كنديرو غير السيرون ومقابلين كايا صافي ما لقيت ما ندير اخويا يوسف خرجت عقدت للصحافه عقدت لشوف تي في جي دويت بكيت طلبت وزير الصحه تنقول لي الله يجازيك بخير حس بيا انا راه ام ضاعت لي وحيده ما ضيعش لي هذه حتى هي راه ضاعت لي هذه راه ما غنمشيش للدار انا غادي ندير غادي نموت انا هنا قدام هذا السبيطار هذا السبيطار تا هو راه ديال الدوله ديال سيدنا الله ينصره ويخليه لينا تا انا راه مواطنه مغربيه وبناتي مغربيات تا انا راه عندي حقي في التطبيب ديال المخزن انا ما عنديش واحد الفرمليه عرفتي شنو قالت لي ما عرفتهاش الطبيبه ولا الفرمليه قالت لي الصباح وديها للكلينيك وباش قلت لها اختي غندير للكلينيك انا كل عند الكلينيك ما نجيش عندك هنا ما تشوفيش وجهي نهائيا ونمشي ندير احسن مصحتنا في الدار البيضاء راه معامرين على كلينيكات ولكن الله غالب انا ما عنديش الاب ديالو على قد الحال تقول مره خدام مره ما خدامش نهار الخميس نخدم وقع معايا
شدوها اختي دابا دخلوها للانعاش. الحمد لله خويا ملي جاو الصحافه عاد دخلت ساليت معاهم، دخلت اعتجاو قالوا لي بغا نديوها للانعاش. الحمد لله والشكر لله خويا يوسف، دخلوا لي بنتي دابا للانعاش. شنو الوضع الصحي ديالها دابا؟ ما تيقولوا لي هذا الملف راه كي الا سمحتي لي انا هذا الملف راه كيهلك وتبعتي انت عارفه. واخويا ماشي المره الاولى اللي بكيت فيه ولا الثانيه. واه جيتي عندي جمعة راه ما عرفت اش غنقول معاك. ها قولي اللي بغيتي وخليني ندوينا ملي غنسالي. واخا خويا يوسف دابا اشنو قلت للطبيبه قبيله؟ قلت لها عاودوا لي على الحاله الصحيه. قال اشنو هاد السكده؟ البارح قلت لك سيري ديري لي التحليله ب 60000 ريال. خرجت هز تليفونك ديك الهبيله في الشارع وكنقول لهم المحسنين عاونوني، كل اللي صيفط 10000 اللي صيفط 20 جمعت هذيك البركه مشيت بها تنجري شدي الطاكسي مشيت لهذا المختبر اللي صيفطوني هما ليه، داروا لي التحليله وما كملتش لهم الفلوس وتنطلب وتنبكيهم. ما رحمونيش اخويا يوسف، ما تنساش لقيت القضيه قاعد في لابوراتوار خاصني 14000 ريال حسن الغد عدم شراج اللي يدبر عليا وجابها لي مختبرات. اه مختبر اخويا خاصني ما يرحموكش. انا كنقولها علانيه والله ما يرحموك. قلت لهم هما بثلاثه جالسين في الكريسه واخا يكون قلبهم بالله حجر عباد الله. قلت لهم يلاه ما تلقى وحده 15 يوم ودي غتموت ليا، دخلي عند المديره ديالكم قولوا لي راه خاصني 14000 ريال. دخلت عندها وكنسمعها كتهضر معها بالفرنسي، خرجت قالت لي ما بغاتش، بغات كنت ديك الساعه عندي الفلوس نهز نمشي للمختبر اخر ما نديرهاش عندهم. وصافي اخويا يوسف خرجات قالوا لي نورمال عادي ما عندها حتى حاجه، ولكن علاش باقا ديك السخانه طالعه عليها؟ هي حاليا دابا في يد الله. في يد الله اخويا، حاله حرجه حاله حرجه، عاد التنفس ديالها كتنفس بصعوبه، واش عندها شي مشكل في الريه؟ الصدر عامر ملي ولاو كيخرجوا لي في هذاك من الصدر الدم. سمحتي لي كنت استفسرت على واحد، استفسرت انا رات انا ترتابك معاك في الكلام، الله يخرج هذا الحوار على خير وصافي. كنت سولت انه مجرد من الوفاه ديال الاولى اختها مسكينه ما بقاتش كتاكل، كاين شي احساس بيناتهم يعني هذه اخويا توأم ديالها وتوأم حقيقي انهم كانوا في نفس الغشه، نفس الغشه اخويا. تصور انا ملي جيت بغيت نغدي لبنيه لقيتها ميتة، وهذيك ناعسه مسكينه زينب ناعسه وهذيك ميتة وحالتها تشوف بحال كبيره ميتة. ويوي شربت بالدواء مع 11 مع 11 جبتهم الفارماسيان وخلطتهم بسيدي حازم وشربتهم. وتصور ملي انا كنغوز حتى هي كتغوت وكانت ناعسه ما بغاش تسكت، انا كنغوت وهي كتغوت. حسيت بالاخت ديالها قطعت لي الماكله ما بقات تبغى تشرب ما والو. اختي الله يفرجها عليك يا ربي، هادشي اللي غادي نقول لك انا راه ما لقيت ما نقول لك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه الواقعه ديال الام امال، هو في حد ذاته واقع معاش، شانها شان مجموعه من المغاربه كيعانيوا في هذا الشق ديال التطبيب. هذا النداء رئيس الحكومه بشكل كبير ومن بعد بطبيعه الحال وزير الصحه، ما هي منهجيه الاشتغال في هذا الامر باش واكبتوا؟ عندكم الوزاره وعندكم المديريه الجهويه وعندكم المنادب المحليين، ما هي استراتيجيه الاشتغال في القرب من المواطن؟ الناس راه كتعاني في التطبيب وكذلك المختبرات من يشكل عليهم رقابه؟ هاد الناس راه ما عندهمش، ماشي كلشي عندهم الامكانيات يمشي للكلينيك. هذه نموذج ديال الام عطاها الله عز وجل، هو اختبار في الدنيا، جوج بنيتات مراض تضحي بالغالي والنفيس، وهذه من الطبيعي انها ام، مساله متعارف عليها. الله يسمح لنا من الوالدين، دورنا من يتحمل مسؤوليه هذا الوضع. الاداره والقرب ديالها من المواطن علامه استفهام. ها هي جات هنا، وهذه مساله كنعرفوها عند المغاربه، ممكن ندير روبورتاج ندور على مشاكل اخرى ديال الناس. السؤال مطروح ما كاينش البلاصه، ناقشوا الدار البيضاء، جهه الدار البيضاء فيها الجديده وفيها المحمديه وفيها السطات، كيفاش هاد الناس اللي كيجيو من العروبيات ومراض غادي يداووا هنا حدا بن رشد؟ الناس كتنعس في الزنقه فئه كبيره. وهذا نداء للسيد الوزير، لانه هاد المسؤوليه اللي عندك امام الله اولا وامام الشعب، يجب اعاده النظر في الهياكل والقرب من المواطن. اذا توفر لدينا تعليم وصحه بالمستوى المطلوب هذا كيعطي الرقي للبلاد بطبيعه الحال. هذا نموذج وتنعيشوا في مآسي الناس في نفس الوضع. النقد من اجل النقد هو نقد بناء، وليس النقد من اجل امور اخرى. واساس الديمقراطيه هو هذا الكلام، اين هي مواقع الخلل في منهجيه الاشتغال فيما يخص قطاع الصحه؟ السبيطار كاين
شحال هادي تحمل هذا السبيطار؟ الدار البيضاء شحال فيها من مليون؟ والمدن المجاوره المحمديه والقرى اللي تابعه ليها جديده سطات، ما هي منهجيه الاشتغال؟ هذا هو السؤال. الى عطينا الاولويات بنهجيه محكمه غادي تقدر تكون عندنا صله قرب مع المواطن، وغادي تزاد الرقي في البلاد في مجموعه من الامور. الى توفقنا في الصحه وتوفقنا في التعليم، من الطبيعي اننا نتوفقوا حتى في الاقتصاد. مشاهدينا الكرام، هذه قصه مأساة صراحة، وانا عشتها من الاول ديالها، وكنت اول ما نصورها حوالي سنتين تأثرت فيها وبكيت فيها. والمغاربة راهم رأي اخر، راه كيعيش المغربي مع المغربي، انما من هم في محط صنع، من هم في محط صنع قرار علامة استفهام. الناس كتساعد بعضها والمسؤولين في خبري كان. مشاهدينا الكرام، غادي نوضع رقم الام، غادي نوضع رقم الهاتف ديالها، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. هي مسكينة دابا عندها نهار واحد اللي ممكن تزور فيه من الفوق البنية من بعيد في حوالي الوحدة، مع الوحدة اللي عندك الحق الدخلي، ولكن ليس لها جواب، ما عندهاش تشخيص ديال البنية ديالها. هذا نموذج، ما خفية كان أعظم. مشاهدينا الكرام، حتى لا أطيل عليكم، كنطلب الله عز وجل وجل المغاربة، كل من ساعد أو ساهم أو ساهم مع هذه الأخت أجره محسوم عند الله. هذا هو الأمل الوحيد اللي عندنا، والنداء والكلام الواضح راه وجهناه مع المسؤولين، لان دورنا هو ايصال مثل هذه الرسائل الى من يهم الامر. انتم تتحملون المسؤوليه، وهذا هو واقع الحال. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.